السلام عليكم ورحمة الله. من بعد ما شفنا التصحيح ديال ديداكتيك اللغة العربية، نشوفوا التصحيح ديال اللغة العربية. أكيد يعني مبارك ولوجستيك تأهيل أطر التدريس إلى آخره، التخصص المزعوج دورة أكتوبر 2024. فبلا ما نقرأ النص، مكينلاش باش نقرأ النص، تكونوا قريتوه بما فيه الكفاية. الجملة التي كتبت فيها كلمة ابن بطريقة صحيحة وغي كإشارة، ماشي في كل مرة غنرجعكم للدرس، ماشي بحال ديداكتيك. أنا راه إلا بقينا كنرجعو للدروس باش تشوفوا الدليل، راه ما بقينا. دونك هادشي راه بسيط. الجملة التي كتبت فيها كلمة ابن بطريقة صحيحة، ابن مصطفى عضو في نادي، دونك هادي راه خصها تكون ثابتة لأنها جاءت في أول الكلام. هذا رشيد ابن خالد، دونك هادي خصها تحذف. يا ابنة خصها تحذف. أبنا حتى هي جات من بعد الاستفهام، دونك جميع الخيارات السابقة خاطئة. لا، دونك الجواب الصحيح هو أ. يندرج هذا النص في مجال وسائل الاتصال؟ لا. المواطنة والسلوك المدني؟ أكيد. الحياة الثقافية والفنية؟ لا. التحديات العالم المعاصر؟ لا. الجواب الصحيح هو ب. الدينامية التي ما فاتئة يحركها إصلاح منظومة التربية والتكوين. جملة يحركها إصلاح منظومة، عندما فاتئة دونك يحركها، دونك تكون الاسم ديال ما فاتها مفعول به، لا فاعل، نعت بدل لا. دونك جميع الخيارات السابقة خاطئة. كادو ما كينطبقوش على هذه، يحرك عليه أنها جاءت من بعد ما فاتها. كان وأخواته في إطار السهر الدائم على الضلاع المؤسسات، الوزن الصرفي لكلمة الضلاع وافتعال، افتعال ماشي انفعال وليس انفعال ولا اتفعال. دونك الجواب صحيح هو افتعال. النص عبارة عن نص توجيهي؟ لا، ما كيعطيناش توجيهات، بل هو نص إخباري كيخبرنا على دور يعني المدرسة في تنمية السلوك المدني. نص وصفي؟ لا، ما كيوصفش، ما كيعطيناش الحجج. الاسم مشتق مما يأتي هو قراءة لا، علم لا، سقف لا، مجتمع. أكيد مجتمع اسم مفعول. أعطاكم واحد المرة باش تفرقوا بينه وبين المصدر الميمي. الكلمة المكتوبة بطريقة صحيحة فيما يأتي هي اللامبالاة، خصها تكون بتاء المربوطة، المباريات صحيحة، المعاينات، المغالاة. دونك الجواب الصحيح هو المباريات. شحال من واحد دار جميع الخيارات السابقة خاطئة، لأنه قال علاش داروا هاد الضمة هادي وما داروهاش هنا في المعاناة والمغالاة. الجواب الصحيح هو بي. فكرة النص العامة هي فضاءة المدرسة ودورها في تنمية السلوك المدني. لا، أهداف المدرسة في تنمية السلوك المدني، مكونات المدرسة، دور المدرسة في تنمية السلوك المدني. هذا هو يعني الجواب الصحيح هو الدي. نعم الأستاذ، دونك هذا هو أسلوب مدح، كنمدح. مرتكزة على احترام القوانين، كلمة القوانين في هذه الجملة هي جمع فواعل، وزن فواعل، دونك هي صيغة منتهى الجموع، هي داخلة في جمع ديال الكثرة، ما داخلاش في جمع قلة ولا جمع مؤنث سالم ولا مذكر سالم، دونك هي داخلة في جمع الكثرة. شحال من واحد أيضا دار جميع الخيار السابقة لأنه ما داروش لي هنا صيغة منتهى الجموع. لا، راه هي داخلة في جمع كثرة. غير أن أخلاقية الإنسان تجعله تنمية جملات تجعله تنميته تعرب. لا محل له من الإعراب غير أن، هو الاسم النعت، هذا يعني إضافة، هذه تجعله غيكون يعني خبر، خبر ديال أن. دونك لا محل له من الإعراب، بدل النعت خبر. دونك الجواب الصحيح هو دي، خبر ديال أن. الجملة الصحيحة فيما يأتي هي أيا متعلمي تحلوا بالأخلاق الحسنة في المدرسة وخارجها. أيا متعلمين، خصنا نعرفوا واحد القضية بلي أنه ما خصناش نحيدو هنا النون، أنه ما عندناش يعني الإضافة، كنحيدوها في شكل كون عندنا إضافة. دونك هذه مشات. أيا متعلمين تحلوا ممكن، أيا متعلمون تحلوا ممكن، أيا متعلموا ولا حتى هي هادشي. دونك غيبقى ليا بي و سي، أنا كيخصني نحكم على يعني النكرة واش هي مقصودة ولا مقصودة. وبما أنها هنا مقصودة كنهضر على المتعلمين، دونك وجب يعني نبنيها بما يرفع به، وجب بناؤها بما يرفع بها، وهي أيا متعلمون تحلوا بالأخلاق الحسنة في المدرسة خارج ديالها. الجواب الصحيح هو السي. الاسم ممدود
هذا أكيد ماشي اسم ممدود. داء مزيان، ألف وهمزة، ألف وهمزة صحيح. دونك غيبقى الشرط الثاني اللي هو نشوف قبل الألف، دونك ضروري يكون فيها على الأقل جوج ديال الحروف. داء فيها حرف واحد دونك خطأ. هنا النون والميم صحيح، هنا فيها غير الميم دونك خطأ. الجواب صحيح هو السي. ما أجمل إحداث نادي المواطنة وحقوق الطفل في مؤسستنا هو أسلوب تعجب. ما أجمل. د تقع في صميم عمل المدرسة. تصغير كلمة المدرسة هو مديرسة، مديرسة. شحال من واحد كيقول مديريسة. ودار جميع الخيارات السابقة خطيرة. علاش هذه ما خصناش نعتبروها مديريسة؟ لأنه الشرط في المديريسة هي ما فوق الرباعي وينتهي ب المد، سواء كان المد بالواو أو المد بالواو بالألف. هذه كنعتبروها مديريسة، ولكن بما أنه هنا ما عندناش لا مد ولا محزلون دونك غتكون مديريسة. بي والله أعلم. تحيل تنمية السلوك المدني لامتداداته في المجتمع. مرادف كلمة تحيل في هذه الجملة هو، هذه تشير إلى تنمية السلوك المدني. تشير إلى، ماشي ترجع ولا تدل ولا تظهر. الجواب صحيح وتشير. إذا رجعت للسياق ديالها في النص راح تبان لكم. سؤال 17. من أهداف التربية للسلوك المدني أن تنمي السلوك الإيجابي. المصدر المؤول من أن والفعل تنمي. وكان القاعدة الإعرابية دائما كتقول لنا باللي يعني المصدر المؤول الإعراب ديالو دائما يقع في محل رفع المبتدأ. دونك بلا ما نقراو حنا هادو خصني نقلب على في محل رفع المبتدأ. إلا بنت عندي رامزين ما بنش غنختار غنكون شي في محل جر مضاف إليه. لا محل، لا محل رفع، بل عنده محل في الإعراب. في محل رفع خبر، لا في محل رفع مبتدأ. جواب صحيح هو دي. سؤال 18. الجمع الصحيح من بين الجموع الآتية هو مفاتيح. لا مفاتيح، عناديل، عنادل، عناكب صحيح، أباطرة. لا أباطرة. جواب صحيح هو السي. الفكرة الأساسية للفقرة الثانية، هنرجع تاني نقرا النص. دونك واخا هنرجع نقرا النص. إذا من بعد ما قريت الفقرة الثانية كيبين بلي الفكرة الأساسية ديالها هي التربية والتنشئة هي المسؤولية الرئيسية للمؤسسة التعليمية، هو ماشي القراءة والكتابية ولا تعليم المهارات ولا الحس النقدي. في المصدر تنمية فيما يأتي هو بينما تنمية سي. الجملة الصحيحة فيما يأتي هي إن المدرسان الماهران. لا مخصهاش كان أصلا تكون مدرسان، ستكون منصوبة. إن المدرسان لا، إن المدرسين صحيح، الماهران لا، هذا خصو يتبه هذا المنعوت، خصها تكون ماهرين. إن المدرسين الماهرين مزيان، هي هذه إن المدرسين الماهرين ما يخصش هذه، لا ما خصهاش تكون متقنين، خصها تكون متقنان. هذا خصها تكون فيها يعني حالة الرفع. دونك هنا خص تكون يعني النصب، هنا خص يكون الرفع. دونك هادي باش خاطئة، هادي هاد الماهران ستكون ماهرين. دونك إن المدرسين الماهرين متقنان. دونك جميع الخيارات السابقة خاطئة. زيد جميعها سياقات دالة. تعرب كلمة جميعها في هذه الجملة خبرا مرفوعا لا، نعتا مرفوعا لا، توكيدا معنويا مرفوعا وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، مبتدأ مرفوع ومضاف والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. هذه الحالة هذه ديال جميع أو جميعا فيها حالات متعددة، خصوصا يعني إذا جات مثلا منصوبة جميعا فهي كتعرف بحال، وإذا كانت مضافة بحال هذه الحالة هذه، ولكن بشرط أنها تأكد، باش تأكد يعني واحد الحاجة قبل منها، فهي كتضرب توكيد معنوي.
وكتضارب على حسب الموقع ديالها في الجملة. إذا ما كانت في هذه الحالات هذو، يعني إذا ما كانتش توكيد معنوي وما كانتش حال، فراه كتضارب حسب موقعها في الجملة. ممكن تكون مبتدأ، ممكن تكون بردون تقطع التسجيل. قلت لكم يعني ممكن تكون فاعل، ممكن تكون مبتدأ، ممكن تكون مفعول به، على حسب الموقع ديالها في الجملة. وهنا الأقرب من الصواب هذه أنها تكون يعني توكيد معنوي مرفوع. يعني في هذه الحالة هذه غتكون توكيد معنوي، ممكن تكون خبر نعت مرفوع لا، مبتدأ مرفوع لا. دونك غتكون توكيد ديال داكشي اللي تذكر قبلها، والله أعلم. وأنت تدعو التلاميذ إلى التحلي بقيم السلوك المدني عند إسناد هذه الجملة للضمير أنتن تصبح الآتي. تدير قطعة الفيديو، ما عرفتش فين خلينا، عقيدة السؤال 23 ياك. وأنت تدعو التلاميذ إلى التحلي بقيم السلوك المدني عند إسناد هذه الجملة للضمير أنتن تصبح كالآتي. وأنتن تدعون، لا ما خصهاش تكون فيها الشدة. وأنتن تدعون صحيح التلاميذ إلى التحلي بقيم السلوك المدني. شوف شي حاجة أخرى. دونك هذا هو الجواب الصحيح بي. وأنتن تدعون، جوج ديال الواوات الخطأ. وأنتن تدعون، لا ما خصهاش تكون فيها التوكيد. دونك الجواب الصحيح هو بي. الفعل المتصرف من بين الأفعال الآتية هو نعمة، نعمة لا غير متصرف، جامد عسى كذلك، ليس كذلك، بئس كذلك، جميع الخيارات السابقة خاطئة. صحيح هو في خضم التحولات التي شهدتها المنظومات القيمية مؤخرا، يبنى الفعل المجهول في هذه الجملة كما يأتي. ها، شاهد، شوهد، شاهد، شوهد. دونك شوهدت مؤخرا، جواب صحيح أ. شهدت لا، شهدت لا، شهدت لا. دونك جواب صحيح هو شهدت أ. الكلمة، نعم، تقولي الكلمة التي كتبت بطريقة صحيحة فيما يأتي هي استخراج لا، انفعال لا، انصاف صحيح، انصاف هو جواب صحيح، امتحان كذلك لا. الأساتذة يقرون بأهمية التربية المدنية في تنشئة التلاميذ. تعرب يقرون فعلا مضارعا مرفوعا بثبوت النون، هذه باينة، واو الجماعة راه مزيان بثبوت النون، ولكن هاد واو الجماعة خصني نشير ليها ضمير متصل في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر. هذا هو الإعراب الصحيح ديالها. دونك الأساتذة يقرون، وعلامة رفعه الضمة، لا ما كاينش الضمة، بثبوت النون مزيان، والفاعل ضمير مستتر تقديره هم، لا يقرون هنا راه واو الجماعة جات هنا في محل رفع فاعل، علامة رفع الضمة بثبوت النون، واو الجماعة ضمير متصل تقديره. دونك الجواب الصحيح هو دي. النسبة الصحيحة إلى كلمة تربية فيما يأتي هي تربيتي لا ترباوي، ترباوي كنت كنشوف مزيان، تربية، تربيتي لا. فأكيد راه كيجيبوا لكم شي كلمات اللي فيها يعني خلاف. هنا بالنسبة للتربية، النسبة الأصلية ديالها هي ترباوي، ماشي ترباوي، ترباوي. دونك ما كايناش هنا، ولكن فيها واحد يعني واحد المرونة، انهم هما اجازوا حذف الياء ثم النسب، يعني نحيدوا هاد الياء ديال الترباوي، عفوا نحيدوا ديك الواو، يعني نقلبوا ديك الياء باش تكون واو. باردون، شكون اللي كيسوني؟ الو، السلام عليكم. او سيونس، اعتذر، راه كل مرة كيتقطع الفيديو. ايوا راه اش غدير، اش كنت كنقول، اش كنت كنقول. دونك كنت كنهضر على التربية هذه، قلنا بلي الاصل ديالها هي تربوي، يعني ياك هذه هي نسبة، ولكن فيها نسبة اللي هي قياسية، وفيها ما هو خلاف. قلنا بلي ممكن تكون تربي، وكما يجوز ايضا اننا نقلبوا ديك الياء تكون واو،
وبالتالي حسب رأيي والله أعلم، هذا رأيي فقط، دونك غيكون هذا هو الجواب الصحيح. أكيد راه كلكم درتوا إيه جميع الخيارات السابقة خاطئة، دونك أنا غنقول طلبي والله أعلم، هذا رأيي شخصي ولكم واسع النظر. أصدر المجلس الأعلى للتربية والتمويل البحث العلمي 11 مجلة تربوية، الجملة التي كتب فيها العدد 11، صافي قلتها، دونك هذا راه يوافق في كل شيء. دونك أصدر المجلس الأعلى للتربية والتمويل إني رأيت 11 كوكبا في القرآن الكريم توافق الكوكب اللي هو المذكر. للتربية والتكوين البحث العلمي 11 مجلة، لا 11، لا 11، 11 مجلة تربوية. الجواب صحيح هو الدي. نشوف سؤال 30. اعتبارا لذلك ينبغي أن تكون المدرسة، فعليا ينبغي في هذه الجملة، ينبغي مش مجرد، ماشي مجرد، هو نورا مزيد بهذا، يعني نحيد داكشي اللي مجرد، نحيد هذا ونحيد كذلك مجرد، غتبقى لينا مزيد، مزيد الجواف ومزيد مهموز. دونك ينبغي باغية، دونك راه فيها ليا، دونك هيكون مزيد ناقص، هيكون مزيد ناقص. دونك جميع الخيارات السابقة خاطئة، وبه وجب الإعلان. ودائما دائما أقولها وأكررها، عندك يبقى يعني واحد التصحيح اللي هو شخصي، أكيد تقيسوا عليه الإجابات ديالكم، وماشي واحد المرجع، أكيد ممكن يكون عندي شي خطأ، ممكن تكون عندي شي حاجة ماشي هي هذيك، في الأمور اللي فيها خلاف بطبيعة الحال، بينما الأمور اللي باينة راه واضحة للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله. إذا كانت شي حاجة ماشي هي هذيك، حطوها علينا في لي كومونتير باش نستافدو جميعا.